السادة السيدة الكرام، نرحب بكم في إطار المنتديات التي دأبت جمعية الفكر التشكيلي على تنظيمها وعقدها، والتي تتصف إجمالا بمساءلة التجارب الفنية والتشكيلية بهذا البلد السعيد، وطرح قضايا ذات صلة بالفن فيما يتصل به إنجازا ونقدا ومصاحبة. نتشرف إذن في هذا المنتدى الثاني من منتديات جمعية الفكر التشكيلي باستضافة الباحث الأستاذ إبراهيم حسني، وهو كما يعلم الجميع اسم ثقافي مضيء وقامة نقدية بارزة وصوت إبداعي لماح، مفرد بصيغة الجمال وواحد بضمير متعدد، يطالعك من أقيانوسات فكرية وسجلات ثقافية متعددة ومتجددة. يتصادف في عمله البوليفوني صوت الفنان وتلويناته وسلاسة الكاتب وتجنيحاته وعمق الباحث التكنولوجي وتوصيفاته وحصافة الناقد التشكيلي وتعبيراته. تتراقص الكلمات من أنامله أنيقة اللمعة، وتتنابى الأفكار في حضرته رشيقة متعبة لا عسر فيها ولا تكلف ولا مواراة، وتتواشج من أعقيرته الجهولية أصوات بلورية شديدة الفلتان، منها صوت الجماعة والنساب الجيولوجي والأنثروبولوجي والباحث الجمالي والناقد التشكيلي. ولعل هذا هو سر تنوع عناوين إصداراته بين الاهتمام بالتراث الشعبي الحساني وبرقصة القدرة وطقوسها، وبين الاشتغال على ديداكتيك التربية التشكيلية والمنهاج التربوي التشكيلي المغربي وحفريات التلقي الاستيقي وما سوى ذلك من اهتمامه أو اهتماماته بتجارب متعلقة بالفن وبمسارات التشكيل المغربي وبهوارياته وتيماته وإخواناته. ضيف هذا المنتدى يملك اسما وازنا وحضورا ثقافيا وفكريا مشرقا، والموضوع الذي يشرفنا بتناوله وبدوره من الموضوعات الراهنة التي من فكت تشغل الباحثين الجماليين والأدباء والفنانين والفلاسفة والأنثروبولوجيين، نقصد موضوع الجسد إجمالا وتمثله فنيا في التشكيل المغربي تحديدا. بالطبع الجسد حاضر ومحايد لتجربة التشكيل ولتجربة اللون بصورة عامة، وذلك باعتبار أن كل منجز تشكيلي هو مسطح وتجسيد مادي يصبح فيه اللون والظل والضوء وعناصر المادة وخاماتها علامات متمفصلة وأيقونات ذات. لكن النواة الإشكالية لعبد الأستاذ إبراهيم حسن ليست هي التشكيل بوصفه تجسيدا، ولكن الجسد بوصفه تيمة تشكيلية واعية لذاتها فنية. المقصود هنا بالجسد بطبيعة هو ذلك الجزء المادي من الكائن الحي أو من العضوية الحية. في العرض الذي سيقدمه الأستاذ إبراهيم حسن ملامسة عميقة ودالة لمجموعة من التجارب الفنية التشكيلية، طبعا سيلامسها مرورا لأنه أسلمنا كتاب منجز ضمن الكتب التي ستصل لها في الأسابيع القليلة القادمة إن شاء الله فيما يتصل بمنتدى الثاني. سيقدم الآن أن عرض مركز ومكثف حول تجربة الجسد في التشكيل المغربي، مقاربة إبداعية استيقية، محاولا أن يبحث عن النوى المشتركة والدلالات المتمفصلة في التشكيل المغربي وهو يتناول تيمة الجسد. فليتفضل مشكور. شكرا الأستاذ محمد الشيقر على هذه التقديم وعلى هذه الكلمات الرقيقة التي اعتز بها في بداية هذا الورق الموجز. أقدم عميم الشكر إلى كل أعضاء جمعية الفكر التشكيلي على الجهد الجبار الذي تقوم به،
وعلى هذا المشروع الفكري والثقافي والفني الهادف. وطبعا سبق لي أن حضرت في منتدى سابق ضمن منتديات هذه الجمعية واقتنعت بمشروع هذه المؤسسة، وهذا ما ساعدني على الانخراط في هذا البرنامج بتلقائية وطبعية. وطبعا الموضوع الذي اخترت لا تخفى صعوبته على أحد، ويعتبر من الموضوعات الشائكة في مجال الفن التشكيلي، التيمات الجسدية من التيمات الصعبة والمركبة، الحديث عنها أدبيا وفنيا وفلسفيا وجماليا هذا ربما يعود بالأساس إلى تعدد السياقات وتداخل المصادر المرجعية التي اهتمت بتيمات الجسد. فحتى الدراسات الفلسفية والأدبية كما يعلم كثيرون لم تهتم بالجسد ارتباطا، وإنما ارتبط ذلك بممارسات مادية متنوعة داخل المجتمعات الأوروبية والأمريكية على الخصوص ابتداء من القرن السابع عشر انتهاء بالقرن العشرين الذي يعد قرن هذه التيمات بامتياز. وطبعا يصعب الحديث عن الجسد كموضوع وكخطاب في علاقتي بالإبداع، يصعب الحديث عن هذا الموضوع دون الرجوع إلى ماركيز دو سارد وإلى مازوخ ابن مازوخية، وكثيرون يعرفون كثافة الإحالات لهؤلاء المفكرين عند كبار منظري الجسد ما بعد الحداثيين أمثال رولاند بارت، ميشيل فوكو، جيل دولوز، وقبلهم جورج باتان إلى آخره. هذا طبعا إلى جانب منظرين آخرين تعاملوا مع الجسد كجملة من الغرائب والغرائز التي لا يتم إشباعها سوى عن طريق الجسد والجسد فقط. أشير هنا إلى تجربة الشاعر أبي نواس لكل من أنجزه، وما نرسل إليه أيضا فهذا الشاعر الفريد لم يكن يتكلم غير لغة اللذة والشهوة. وطبعا فيما بعد تطور الخطاب حول الجسد منذ أوائل القرن السابع عشر بفضل ظهور مجموعة من الكتابات كما قلت التي تعود إلى صاد مازوخ، وبرز أكثر هذا الخطاب مع تيار فسطاط لليبرتا كما أسمتهم الأخلاقيات الغربية خلال نفس الحقبة لا سيما مع بروز علم النفس التحليلي. وطبعا الجسد حضر داخل مجموعة من الكتابات والأشعار ومجموعة من الأعمال الفنية التي أمست خالد اليوم والتي تمت من خلال رسم الموديلات في لوحات فنية مشهورة لحل مشكلات فنية سافة البحث في التفاصيل وفي جغرافيا الجسد. إلا أن تاريخ الفن سيشهد نقطة تحول كبيرة في تعامل الفنانين مع هذه التيمة، سيما بعد ظهور لوحة لو ديجوني سوغلا، غذاء على العشب أو غذاء على الحشائش بتعبير البعض لكلود موني. وطبعا هذه اللوحة هي تعود في أيضا رسمها إدوارد ماني قبل ذلك. طبعا هذه اللوحة بالنظر إلى ما يشكلها من مظاهر العري قُبلت بالرفض ومنعت من المعارض الرسمية لأنها كانت تصور لأول مرة شبابا ذكورا وإناثا عراة ينظرون بعيون مفتوحة غير خجولة. على المستوى العربي يمكن أن نستجد غياب مادة التشريح والموديل العاري الذي لقي اعتراضا شديدا داخل المحترفات وداخل الأكاديميات الفنون الجميلة من قبل بعض التيارات الإسلامية والأصوليات المتطرفة التي ذهبت إلى حد إصدار فتاوى تحرم فنون النحت والتجسيد، مع العلم أن الإسلام ليس دين الممنوع أو المحظور. دليل ذلك وجود مجموعة من الشواهد المادية التي تظهر مجموعة من مظاهر ومرائي الاستحمام والرقص الصيد والعري إلى آخره، كما هو الحال في بعض الأعمال التي تعود إلى العصر الأموي وتحديدا في بعض الفضاءات كخربة المفجر. من ثم ظل التعامل والتعاطي مع رسم الجسد العاري في التجربة العربية خجولا ومحتشما، واصطدم مع معضلة لينكارديني للتصوير التي تفاقمت مع معضلة
في ظل سلطة فقهية متزمتة عدت الفن التشريعي إلى فيجراتيف اختراقا لطابولات المؤسسات الدينية والأخلاقية. طبعا كان من نتائج ذلك أن خسر الإسلام معركة الأيقونات التي استغل العرب لفائدته بعد أن سيجتها الثقافة الإسلامية المنغلقة بجمال محدودة وضيقة. كما ازداد العداء الشديد للصورة في الفن العربي الإسلامي وتضاعف مع ظهور إيديولوجيا معادية لمستشرقين ربطوا طروحاتهم بتأويلات خاطئة لنصوص دينية ناقصة اعتبرت المصور شيطانا تجب معاقبته يوم الآخر. إذن هذه كانت عبارة ربما عبارة توطئة تقعد أو تؤسس لي تجربة جسد الفن التشكيل المغربي الذي ظهر في شكل أفكار ورؤى في الغالب مع بعض الاستثناءات وهي عموما مأخوذة من هنا وهناك مع وجود بعض التفاوتات في المعالجة وطريقة التصوير والأسنان والحوامل التشكيلية إلى آخره. داخل هذا الاهتمام وهذا البروز يبرز السؤال إن أعتبره جوهريا هو كيف تعامل الفنانون التشكيليون المغاربة مع المدارس التشكيل الأوروبية سيما في هذا الموضوع باعتبارها كتقنيات أي مدارس تشكيلية أم أنهم تبنوا هذا التأثير كفلسفة أعلت إليهم النظر في فنونهم وحياتهم. وطبعا بالنظر إلى المشهد التشكيلي المغربي سنلاحظ أن تجارب متفرقة في مجموعة من المناطق تم داخلها الفنانون بثيمة الجسد كل من موقعه كل من طريقة اشتغاله دون أن تكون هناك تناسق يجمع بين هؤلاء في شكل جماعة مثلا كل فنان ينفرد بأسلوبه الخاص. وعموما أنا حاولت أن أقسم التجارب التشكيلية المغربية التي اشتغلت على الجسد ضمن مجموعة من التصنيف أولي. هناك ما أسميته بالجسد والإيروتيكا كما هو الحال بالنسبة لفريد بالكاهية ومحمد حميدي. ثم هناك الجسد والتعبير داخل هذا المجال برز الكثير كما سنرى من خلال الشريط المصور. ثم هناك تجربة أخرى أو مجموعة أخرى تتأرجح فيها أعمالهم التشكيلية بين التشخيص والتجريد إلى جانب بعض التجارب القليلة المطبوعة والموسومة بالاجتهاد الهندسي والتبسيط على مستوى الشكل واللون. ثم هناك بعض الفنانين المغاربة الذين اهتموا بالبورتري بصيغة مكثفة. ثم هناك النحت أيضا هناك بعض النحاتين المغاربة على قلتهم من اهتموا بالجسد سواء في صيغته التشخيصية أو التجريبية. ثم هناك ما أسميته بالجسد الاستعراضي ويرتبط هنا بعض التجارب به من ما يسمى بالبرفورمانس. على كل حال من خلال الشريط المصور سنشاهد مجموعة من التجارب سنحاول أن تكون مصحوبة ببعض التعليقات بعض التعديلات وبعض الملاحظات على أننا سنختم هذا العرض بشريط صغير بصري في 6 دقائق يتمحور حول تجربة الفنان عبد الكريم الأزهر الذي يحضر معنا والذي حظي مؤخرا بتكريم من طرف جمعية الهامش للشعر والتشكيل بكرسيف. إذا نمر لمشاهدة الصور. بالنسبة لمجموعة الجسد والإيروتيكا هنا إحدى الأعمال التي أنجزها الفريد بالكاهية كما تعلمون فهو اهتم بطريقة رمزية بثيمة الجسد ولكن في شقه الجنسي أو الإيروتيكي كما تعكس ذلك مجموعة من الأعراس الذكورية التي تظهر وبعض الأشكال الملتوية والمتموية غارقة في الاختزال مع الاشتغال الكلاسيكي التقليدي على الجسد والخشب.